أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري مباشرة من قناة السابعة. وصل اليوم رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح إلى العاصمة المصرية القاهرة لحضور نهائي كأس أمم إفريقيا المنتظر غدا الجمعة بملعب القاهرة الدولي بين المنتخب الوطني ونظيره السنغالي. وكان في استقباله وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي وسفير وأعضاء سفارة الجزائر لدى مصر. كما قامت السلطات بإقامة جسر جوي لفائدة الأنصار وتخصيص 30 طائرة لهم تقل أكثر من 5000 مناصر بمساهمة الجيش الوطني الشعبي الذي بدوره خصص 9 طائرات عسكرية في إطار هذه العملية التي مست جل مناطق الوطن لمؤازرة المنتخب الوطني. قرر اليوم المستشار المحقق لدى المحكمة العليا إيداع الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية عمار غول الحبس المؤقت بسجن الحراش، ويتابع عمار غول لتورطه في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت. وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت بتاريخ 9 جويلية الفارط في إجراءات المتابعة القضائية ضد عمار غول بصفته وزيرا سابقا. كما قرر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا إيداع والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ تحت الرقابة القضائية بعد الاستماع إليه اليوم والتحقيق معه في قضايا فساد وتبديد الأموال. فيما سيمثل اليوم الخميس كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى والوزير الأول الأسبق عبد الملك سلال وكذا وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي أمام المستشار المحقق بمحكمة سيد محمد بالعاصمة للتحقيق معهم في قضية أحد رجال الأعمال، بالإضافة إلى نجل الوزير الأول الأسبق سلال والوالية السابقة نورية يمين زرهوني المتابعين في نفس القضية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.